السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بأنواع النعم وطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بخير الملال والأديان وعلى آله وأصحابه البدور معالم الأيمان وشمس عالم الإرفان. حضرة المكرم والمحترم رحمكم الله، صبر في مواجهه المصيبه. يجب ان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى اي كانت مصيبه في لوح المحفوظ نلزم قبول قضاء الله بالرضا. قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. يجب على المسلمين والمسلمات ان يستجيب بسرور لقدر الله ليس بتذميري او حتى التجديف على الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال بقول: اللهم مالي، ما ذنوبي يا الله؟ قال الامام الشيوطي في تفسير الجلال: الصبر هو الحبس للنفس على ما تكره. هذا الموقف ما يجب أن يكون لدينا عندما نواجه مصيبة. يسأل عندما تكون مصيبة نقول كلمة الاسترجاع، يعني لا إنا لله وإنا إليه راجعون. كن صبرا، لا تترك الصبر باليأس أو سوء الظن، كما لو أن الله لن يمنحنا الخير في المستقبل. اليأس سوء ظن بالله إنه عمل حقير. المصائب أن يسقطوا في حالة اليأس، ومع ذلك أكد الله سبحانه وتعالى أن المواقف كفر. قال الله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم الذي يعرف الحكمة من المصيبة سيكون لديه صلابة عقلية كاملة، ومن حكمة المصيبة أن تغفر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. يسن زيادة الدعاء والذكر لمن نال المصيبة، إنه أحسن عند الله ممن ترك الدعاء والذكر. يمكن إلى هذا مني: إن وجدتم مني الخطأ أرجو منكم العفو، فاستبقوا الخيرات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.